الو السلام عليكم. الو قلبي. الو قلبي سيروز. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم حلقة ثالثة من الهدايا، أو الحلقة الرابعة أتوقع. الحلقة الأولى كانت هدايا من الأيتم شوب، الحلقة الثانية كانت هدايا من باتل باس، الحلقة الثالثة كانت هدايا من الأيتم شوب، وهذه الحلقة الرابعة. ليش قاعد أنزلها ورا بعض؟ لأن اللعبة راح تشيل الخاصية هذه حقت الهدايا، فبكذا ما أقدر أهديكم أبداً صراحة. ما أدري ليش بيشيلونه، بس هم كذا فترة يشيلونه بعدين يرجعونه، فترة يشيلونه بعدين يرجعونه. عموما راح ندخل اليوم ونفس التحدي دايم، اللي هو قتلة واحدة وفوز في الجيم راح تاخذ اي شيء من الايتم شوب او تقتل فوق 5. المرات اللي راحت ما كنت اقول اذا قتلت فوق 5 راح اعطيك سكن او راح اعطيك اي شيء من الايتم شوب، تقول قتلة واحدة فوز. لكن هالمرة بخليها تقتل 5 وفوق حتى لو ما فوز في الجيم كذا اعطيك اي شيء من الايتم شوب. فبسم الله خلونا نبدا. تبغى تقدح تحاول تذبح 5 لك اي شيء من الايتم شوب؟ اوكي راح اجرب. يلا من الجزائر. من الجزائر؟ والله انك من افضل يوتيوبرز عندي. والله واضح انك لعيب صح؟ مره لعيب. بس عندي بس لا انا عندي سكنات حقت سيزن 8 بس ما احب العب فيها، خايسه يا اخي. تبغى تنزل تلتد ولا وين؟ ولا بليزنت؟ يلا بليزنت. حاول تذبح 5 قبل ما اذا تحس انك تبقى لنهايه الجيم اذبح واحد وزبن. اذا تحس يعني بحاول اساعدك اني ادمج واحد واقول لك كمل عليه شيء زي كذا. بحاول. اوكي والله راح اعرق. شوف تعريق. انا بنزل هنا. ها عندي واحد وان شوت، تقدر تشيله؟ اما شالك. وقف سريع، مت سريع والله. اسف مالك الله عليك. ما عندي سماعات زي الناس. احذر شو هنا؟ وينه؟ ثانك يو والله انك انقذتني. هيا اعطيت 27 مرتين. لا تطلع كذا. لا تطلع. هايو راح في السماء. جرب اجيبه. والله ما اقدر. اعطيت 40 هد. لا بيطلقون من وين؟ نين؟ والله مش خايف. هنا هذا هيو هنا في واحد هنا. والله قاعد اضغط بس عشان اجون. بس والله قاعد انتظر لاني شفت مقطع لك عشان هذا التحدي صح؟ لا استنى. ما شفت. شفت في ناس يمين. تعال في بندج. في بندج والله. استنى. تعال داخل البيت. بسرعه. خذ الدرم. والله جيت. ثكيو. هيا انت اول. انت الحين تصور؟ يب. يعني راح اجيب مقطع صح؟ مستانس يعني. ما ذبحت احد صح؟ صفر. والله مش عارف صاير لي هلا. والله مش مصدق اني بلعب مع سلوم. والله دعوه تعرف ايش عجبني المحتوى؟ يعني أيه. تلعب وانت مستانس يعني ما تغضب او اي شيء. يعني مستانس تضحك كذا. مرات تضحكني يا اخي والله. انت عارف اللي بتابعك كثير في شو؟ ايش؟ الباركورز. بس والله تبعهم كثير الباركورز. يعني انت يعني تبغاني اكثر مبات؟ الناس يقولون ملينا مبات، الحين انت رد عليهم انه متع المبات. يعني انا استمتع فيها وانا اصور حتى يعني. اخذ الروبوت. نحاش بلانش. بكسره. رقص 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 رقص. اسمع رقص. لا خلاص راح يقف. يا اخي ليش انا ما نعم؟ لا مات ولا اول. يلا كفو. لا ابني اصبر. احط ايدك يا اخي. وين وينك؟ لا يا اخي لا حرام. خذ الكارت. اعمل لي مالك 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 يا اخي. والله ما ذا المستوى يا اخي. والله العب زي النوم. يعني هدفك حاجي ما تلعب زي الناس. يلا اكيو امو شوي. يلا اكيو. امسك. والله زبطني. اي والله فيه كاو. نوك. الحقه. طالع ناشبات حقك حقكم. قتلتو؟ لا يبي عليك. جاني روبوت جاني. يا اخي والله ما شفت ناشبات. لا اجاني انا. علي ناس شكلهم. علي ناس انا. لك يا اخي. ما لقيت انت.
والله بيمسر 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 بيمسر. ايوه ايوه كمل كمل. في احد فوق، في احد فوق، انتبه في احد فوق الجبل. بعرف. لا دخل في البني يا اخي، لا دخل في البني، مش عارف بني الدرج. اول واحد يسولف معي، الباقيين كلهم ساكتين طول الجيم. طيب لحظه لحظه، انت لو فزت تقول لي تبغى هذا فيست صح؟ اللي مثل سكني. انت ما ذبحت الا واحد صح؟ لا. الو السلام عليكم. الو قلبي. الو يا اخي. الو الو هلا علي. شكرا لك يا اخي. ابي سيروز زي ما تقولها انت. استاذ استاذ مش تبكي انت ولا ايش؟ ابكي يا اخي، رجال هنا يا اخي رجال. طيب يعطيك العافيه يا خليل، شكرا لك، استمتعنا والله. المقطع بعمل لك 1000 لايك، 20000 حساب. شكرا لك والله. باللقاء. ربحتي مع يوتيوبرز مشهور عنده مليونين مشترك. مليونين؟ هذا وين هذا؟ مليونين يعني ان شاء الله اوكي، بس مليونين لخمتني انت يا طيب. شباب كود شوب يعني اللي ودكم. الله شكرا لكم اللي حطيت الكود، شكرا. شاري في بوكس فلوس الكود اللي جتني من دعمكم اوكي. وصلت وصلت، فتبغى تدعم ما تبغى تدعم براحتك. انت اسمك علاء صح؟ ايه. علاء الحين راح نلعب جيم، يعني تختار يا 5 قتلات وفوق يا انك تفوز في الجيم قتله واحده. اوكي بسم الله. خمس يلا 5 قتلات وفوق. ايه 5 قتلات يعني تقتل 5 خلاص لك اي شيء من اللي تشوف. يا رب افوز. يا رب. انا ما عندي سكنات بس ذا الباتل باس 9. تبغى تنزل؟ هنا. اوه بارادايس اوكي، يعني ما تبغى قدحه، تبغى زبنه وفوز. ايه. اوكي راحت. توتر. ترى معنا ناس، لا تتوتر معنا ناس. بنزل اوتيل اوكي؟ اجيك؟ لا لا قتلته خلاص. قتلته؟ حلو. بطل. افكر بالفوز. اي فكر الفوز. لا لا عندنا. لا لا الي الي. لو ياخذ احد طيب لازم نفجره. لو ياخذ احد راحت علينا. خذ الالي اوكي. شوف قلت لك الحين الزبنة. ها قاعد اقول لك خل نروح خل نروح. ها في ناس وين؟ بروح له بروح له. انا بيدخل الرفت. ما ياخذ بليسه ترى مدمج مره. حاوت ليزره. ما مره مو اسطوري. ابيض ابيض ابيض. دمجت 20. ابيض والله ابيض. بروح له بروح له. لا 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 تروح. اوكي خليني اروح معك. تعرف وين مكانه اصلا انت؟ هنا. تأكد؟ يزبن اكيد. يعني الحين انت تبغى 5 قتلات صح؟ اي. ما معك سنايبر انت؟ لا. خويه جاء خويه جاء. ها؟ لا لا مره لو قسم بالله، ليش اعطاني 29؟ لو 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 لو. جاء خويه الثاني جاء. اسطورة اسطورة اسطورة. ما عليك ما عليك كل شيء، انت اطلع من عندي اطلع من عندي ما عليك، خليني حالي. جا 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 جا. شو الدرع؟ يا اسطورة. يلا باقي لي قتلتين، انت تستطيع يلا. خل خل نروح للزون. هنا هنا هنا. لا. مشكلة ما اقدر اجيك يا اخي. الله المنوب اللي فيني. وراك وراك. لا. كم ذبحت يا شو اسمك؟ هلا؟ 3. لو فزت وش تبغى من الايتم شوب؟ لو لك نفس حقك لو فزت، لكن ما فزت. يلا اجل ما حاولنا نفوز بس لعبي انا سيء وانت ذبحت 3. يلا اصلا عادي. لا تمزح. والله انك اسطورة، والله انك اسطورة. طيب ايش حاب تقول للي يشوف المقطع؟ لا تنسون اللايك والاشتراك وكود بي اس ال. طيب يعطيك العافيه ما قصرت. اسطوره اسطوره يا سكن، دام الهدايا رايحه رايحه اهديكم اللي نقدر عليه. الو حمود اكس 3. هلا هلا. شوف الحين راح نلعب جيم، تعرف تلعب؟ مو حيل. انا في حقين الجوال زعلانين مني عشان قلت ما راح ادخل حقين جوال، فهالمره ادخل حقين جوال. يسوي تحدي راح اعطيه، ما يسوي تحدي ما راح اعطيه. ترى كل عندنا اليين هنا ومعنا ناس. معنا ناس انتبه. والله كثيرين. طيب جلدهم انت. انا اجلدهم؟ شلت واحد. يب. اوكي.
اقسم بالله طلقت محاولة واحدة اسطورة. في واحد ثاني بيجيك، واحد ثاني بيجيك اوكي قدامك هو اذا لا اصل واحد بيجي من وراك جي جي اسطورة شيل الثاني لا يلا يلا بعطيك فرصة ثانية بما انك جوال بما انك اول مرة يعني متى من البداية والله اسطورة يعني ذبحت اثنين ودمشت الثالث حلو حلو نك نك واحد مثل اللعبة اللي ما تبني ليه ما يبني والله ما يبني قسم لا نزل نزل وبس هذا كان نهاية المقطع ان شاء الله المقطع عجبكم هذه نهاية السلسلة بعد فاذا رجعت الهدايا بعدين ان شاء الله اني راح اسوي حلقات اكثر منها فيا ليت ما تنسوا دعمكم الرهيب على هذا المقطع ابغى اشوف دعم رهيب اقسم بالله لازم لازم اشوف دعم لاني تعبت على هذا المقطع من ناحية المونتاج من ناحية التصوير تعبني هذا المقطع من كثر المشاكل اللي صارت فيه فكل اللي ابغاه منكم كود دعم VSL ان شاء الله انكم ما تنسونه وبس اشوفكم على خير